الذكاء الاصطناعي، هذا المعنى وهذا المصطلح الذي لطالما نقرأ ربما على شاشات الأخبار أو نسمع أحد النقاشات الدائرة هنا وهناك تتحدث عنه، وأن ربما أي تطور وأي ازدهار مرتبط ارتباط وثيق بالفهم الحقيقي لمعنى الذكاء الاصطناعي. هل نحن جاهزين؟ إلى أي مدى نستوعب هذا المعنى؟ وإلى أي مدى له ذاك التأثير على حياتنا اليومية؟ نعم صحيح بلال، كثير من الأشخاص بيسألوا يا ترى شو مدى أهمية هذا الابتكار بحياتنا وشو هي ترى سلبياته وإيجابياته بشكل عام، وأكيد ما هو موقع تركيا بشكل خاص بهذا المجال. لحتى نعرف كل هالأسئلة ونجاوب عليها أكيد رح يسرنا يكون معنا بالاستوديو الأستاذ صهيب إبراهيم، مستشار الذكاء الصناعي ومؤسس مشارك في شركة أوديت آي للذكاء الصناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ صهيب. أهلا وسهلا بك. وأكيد كمان بنرحب بالأستاذة إيثار وليد، خبيرة في التسويق الرقمي ومؤسسة مشاركة في شركة أوديت آي للذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا. نعم بداية أستاذة إيثار أو الأستاذ صهيب، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ خلونا نعرف المتابعين واللي حدا أي حدا عم يسمعنا ويشوفنا، ويا ترى إلى أين ممكن أنه يتجه؟ بالبداية صباح الخير. أهلا وسهلا. ما أعرف صوتي. لا تمام جميل راح خلا. الله يسلمك يا رب. بالبداية الذكاء الاصطناعي ببساطة هو من كلمتين ذكاء واصطناعي. فإذا نركز في جزئية الذكاء بأنه نحاول أن نجعل الذكاء الذكاء ينطبق على الآلة. إحنا عندنا ذكاء حيواني ذكاء إنساني. الذكاء الاصطناعي بأبسط شيء ممكن بأنه إحنا نحاول أن نجعل الآلة والكمبيوتر ذكي. بالتعامل جميل. لا يتبع جميل. قوانين معينة يتعلم من أمور معينة، نعطيه شغلات يتعلمها ويحول هذا التعلم إلى أوامر ممكن أن تطبق. جميل. يعني هاي بأبسط شيء ممكن. ويعلم نفسه بنفسه عند القدرة والقابلية على أن يتعلم. جميل. وهذا الشيء اللي مو موجود كان في الآلة سابقا، كان لازم إحنا نبرمجها ونحدد لها محددات معينة. الآن الثورة القادمة هي أن الآلة تتعلم بنفسها. وفي هذا السياق أتذكر أنه قرأت معلومة جدا مهمة، أنه شهرة هذا الموضوع الآن، موضوع تعلم الآلة أو قابلية الآلة للتعلم، وصل أنه ثاني أكثر كورس مشهور على موقع كورس إيرا العالمي هو كورس كيف تتعلم الآلة، أعتقد اسمه بالترجمة كيف تتعلم الآلة، بعد كورس معين في التنمية البشرية. هذا الكورس هو ثاني أكثر كورس تم إتمامه على المنصة، لأن الناس مهتمين بهذا المجال ومهتمين يعرفون كيف تحصل الآلة عندها عقل شبيه بالعقل البشري. إذن هناك تهديد للعنصر البشري، تهديد الوجود البشري، تهديد الوظائف في المستقبل. هل هكذا؟ هل هي مقدمة وتمهيد لهكذا استفسار أو ربما شعور بقى؟ أنا من الناس اللي أنظر كتخصصي بالنهاية، فأنا أنظر بنظرة جدا إيجابية جدا إيجابية، ولكن هي الفكرة حتى للناس اللي ينظرون بالنظرة السلبية. أنا أقول دائما بأنه حتى بنظرتك السلبية أنت فكر فيها بأنه أنت إذا ما كنت أنت الرائد في هذا المجال فأنت ستكون متأخر. وإحنا إذا نتكلم على استبدال الوظائف، فالإنسان اللي يستبدل هو آخر واحد من تستبدل الوظائف. يعني طبعا إحنا ما نتكلم يعني مو بكرة حتصير هذا الشيء حقيقة، ممكن نصل لأنه مثلا الإذاعة أنت تكون جالس بالخلف تكتب كتابة، واحد عم يحكي صورتك 3D animation، وانت نفسك انت نفسك الذكاء الاصطناعي حاليا واصل الى مرحله جدا قريبه. كويس تكون انت مرتاح. شيء جميل بيوفر عليه سعرات حراريه. بالضبط وكل يوم تحضير. بس انت ليش اول ما بديت فيهم يعني؟ لا جميل راح خلاها. يعني انا بالعكس يعني فكره مبدعه حقا. يعني ممكن نصل الى هذا المكان. نعم طبعا ياخذ وقت طويل. حتى في واحده من الاذاعات الصينيه اتوقع الحكوميه كانوا يعني سووا شيء مشابه لهذا الموضوع عرضا وين ممكن نوصل. طبعا حاليا يحتاج للكثير من التعديل والتشطيبات وهالشغلات. نتكلم على مثلا 10-20 سنه ممكن نبدا هاي الشغلات بانه يصير الموضوع مساعد اكثر. حاليا موجود هو موضوع مساعد. الذكاء الاصطناعي حاليا من ذكائه بانه احنا ما نحس فيه انه هو موجود. كيف؟ عن جد لو مبرر يعني انا عشان بس ازيد على كلام صهيب، هو في موضوع الوظائف خصوصا الذكاء الاصطناعي سيستبدل الوظائف
القابلة للأتمتة اللي هي مثل إيش؟ الوظائف البروتينية جدا مثلا، مثلا ندخل الموضوع اللي إحنا نشتغل فيه مثلا مجال خدمة العملاء موجود أوريدي، موجود حاليا في العالم أنه تم أتمتت جزء كبير من هذا المجال سواء من ناحية خدمة العملاء النصية اللي إحنا نعمل فيها اللي هي تسمى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التحاورية اللي هي conversational AI باللغة الإنجليزية أو بمجال مثلا حتى الرد على الهاتف أو الرد صار على صار كله تكنولوجيا عبر تمام رد على كل الاستفسارات بشكل جدا كبير بكلمات مفتاحية سيري تمام سيري هذا الخطير. أنا هلك شغلة، هل تعتقدي بأنه مثلا الحالة المعقدة للشعوب والاحتياجات المعقدة للشعوب سيستطيع أن يكون هناك ذكاء اصطناعي متمثل متجسد بخدمة عملاء ويستطيع أن يرد يعني الحاجات المعقدة؟ أنا بس لحتى نعم لأني جربتها. طب أنا هعطيك حلو يا ريت تشرحي لنا كيف كيف يعني كيف حسيتي أنه عن جد هذا الشيء؟ شوف أنا إنسان أعتبر نفسي نحن تقريبا كلنا من جيل الألفية اللي هو 1980 وفوق يعني كلنا نعتبر يسمونه مواطنين رقميين طلعنا على الدنيا كان في إنترنت ومع ذلك أول ما بدت صار في أحد البنوك اللي كنت أتعامل معها صار في رد آلي في البداية وغصبا عنك يعني تتصل ما في أي إنسان يرد عليك يعني حطوك في أمام الأمر الواقع هو كان بنك من البنوك اللي يتبنى التقنية بسرعة يا سلام. طيب طبعا ليش؟ لأنه عدد العملاء جدا ضخم عنده فيحتاجون عدد كبير من خدمة العملاء وسرعة في الردود دائما تكون هذا الرد على الهاتف ودقيقة وكان اسمها اسم هي اسم فتاة مثل اسم الفتاة اللي احنا اخترناها أيضا لمشروع ولكن كانت ترد كنت دائما يعني اعصب منها لدرجه اني اسكر بس بعدين انا محتاجه اخلص المهمه برجع اتصل فيها في بدايه الامر ليش قلنا هي تتعلم وتعلم ليش انا اركز على هالنقطه في بدايه الامر كانت مزعجه انها مثلا ما تفهم على لهجه او ما تفهم على علي بالعربي فاحول انجليزي ولكن بعد فتره تعودت هي على العملاء وصارت اذكى واذكى بعد سنه لنقل او سنتين او حتى اقل وصارت هي تقول مثلا أقول الجملة تقول لي هل تقصدين كذا أو هل تقصد كذا حتى أساعدك بشكل أفضل بعدين صرت أشوف إنها هذه المساعدة الافتراضية كانوا يسموها أفضل بكثير من البشر ليش؟ لأني ما أضطر أكون موجودة على الخط لمدة ساعات أو سوري دقائق طويلة ولا حتى ساعات عشان ترد علي فتبنيتها أنا معنى أنا كنت متنرفزة منها من البداية الآن عندك الأجيال شوية أقدم الأكبر بالعمر حينزعجون من الموضوع بس صهيب قال قبل شوية جملة مهمة أحيانا أنت ما تدرك أن اللي قدامك ذكاء اصطناعي نعم وهنا هنا وهذا اللي هي المشكلة وين يعني أنا جاني سؤال عم أتخيل أنه لو في ذكاء اصطناعي شو بدي أجاوب عليه أول شيء كلمة مثل كملة كلمة مثل كلمة الكملك أنا كملكي من إسطنبول وزوجتي من أضنة ولما انولد ابني سجلناه بمرسين شلون بده يحل المشكلة هذا إيه ذكاء اصطناعي بده يحلها حقول لك هاتي منتصور فيه يمكن حلول إنه هذا أنا ما أنا طلعت أنا أعمل أنا مع أعمل مع الفريق في الشركة يعني أعمل مع الفريق اللي يتدخل في موضوع صياغة الجمل لأن إحنا نشتغل على حلو. أتمتت التواصل للشركات العقارية عندنا حل يعني سولوشن حل سولوشن هو حل أو برمجية معينة سميناها آيابوت أنا أكتب معهم الحوارات ونطورها مع بعض فأقول لك كيف حيصير حتقول لك في هذه الحالة أنت قاعد تكلمها تقول لك هل تسأل عن تجديد الكملك أو تجديد الإقامة المؤقتة في إسطنبول الكملك رح يقوم مباشرة بيعطاك الخيارات يأكد عليك فأنت تقولها نعم أو لا ما أسهلها نعم ولا بأبسط طريقة ممكنة هذا المشكلة موظف هجر ما بعرف جاوبه هو هاي الفكرة هي هو ما عنده جواب هاي موضوع ثاني صار فهي هاي هو حيتوقف ربما هو في جزئية الذكاء الاصطناعي خلينا نقول ليس ما ممكن بأنه يتجاوز إنسان بأضعاف بأضعاف بدي أصله هو نحاول أن نوصله لمرحلة الخبير جميل الخبير جميل. يعني نتكلم حتى عن موضوع مواضيع مثلا المواضيع الطبية أنا أشرح لأنه هو من أعقد المواضيع صحيح تمام طبعاً. فإحنا نتكلم عن المواضيع الطبية الذكاء الاصطناعي لما يستبدل مثلا قارئ الأشعة فهو ما جالس يصير يصل إلى 100% مثلا يعرف أنه هناك في سرطان في هذا المكان في هذا الشيء اسمه ويعطيك التقرير الكامل هو يصل إلى مرحلة مشابهة لمرحلة الخبير تقريبي بالضبط قدر المستطاع يوازوه بأنه مثلا هنا الطبيب العادي 93% من 100 يا سلام.
الخبير مثلا 99 احنا نحاول ان نصل الى 99%. جميل. فبالنهايه هاي 1% دائما في مشكله. ممتاز. وشيء في نقطه اخرى احنا سوينا يعني مثلا بحث مع الشركات العقاريه اللي تكلمنا معها لانه حلنا في مجال متخصص. حلو. وجدنا انه اكثر من 95% من الاستفسارات التي تصلهم مكرره وسهله جدا ترد عليها. نعم. وغالبا اصلا يحدث خطا بشري بحكم تكرارها الكثير. طريقه أيوة، التكرار فبتتطلع وعرضه. نعم. بالضبط. انا في بعض الاحيان يخفف الجهد. أه. نعم. تمام. احنا لانه نسوي تيست قبل لا نروح للشركات نسوي تيست للناس اللي يردون عندهم، فهم عادة الناس حتى هاي جزئية استبدال الوظائف. نعم. مثلا نتكلم عليه بأنه حاليا الإنسان اللي جالس يقعد على هذه المكالمات واصل لمرحلة قد يكون حتى يعني من الانزعاج. فإذا كان في واحد يساعده ذكاء اصطناعي. صحيح. هو بدل ما يقعد على مكالمة مكالمتين في اليوم حيقعد على ممكن 50، ولكن هو فقط يكون مثل المدير. جميل جدا. طيب أستاذ صهيب وأستاذ إيسار، بصراحة نحن حابين ناخذ معلومات أكبر قدر منكم. في كثير من الأشخاص اللي هلأ عم يسمعونا ما بيعرفوا أنه بالإمكان الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي. نحن كيف فينا نخبرهم أنه هذا الأمر سهل ومتاح، وأصلا نخبرهم شو الغاية من هذا الاستثمار؟ أنا هذا الأمر اللي أريد أجي له قبل جزئية الاستثمار. يا ريت. بحكم أنه أنا مستشار ذكاء اصطناعي، فعادة الشركات تجي لي وتتكلم معي بأنه إحنا نريد نطبق عندنا الذكاء الاصطناعي. نعم. فأنا أسألهم أنتوا أي مجال؟ فيقولوا لي، فأقول لهم إيش المشكلة حاليا عندكم؟ يقولوا لي ما في مشكلة، بس إحنا نشوف بأنه حاليا الترند كله ماشي في مجال الذكاء الاصطناعي، فما في عندنا مشكلة. فأنا أقول دائما بأن يجب أن تكون هناك مشكلة غاية نحاول إتمتها، لأن الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل. عادة شيء موجود مكرر كثيرا حاليا، ومن ثم نحاول أن نأتمته حاليا في هذه المرحلة. فهي الجزئية الأولى بأنه الحاجة يجب أن تكون هناك حاجة حتى تحول. طيب هو ما نعرف أنه في حاجة، ربما هي هذه المشكلة، فيجي على شركة مثلنا. أيوة. مثلنا ونحاول أن نساعده. نبعد نسأله أسئلة. حلو. يعني مثلا توظيف، أحكي لنا كيف حياة الموظفين عندك، ونجيب الفرق رؤساء الفرق. يا سلام. شو المشاكل اللي تواجهوها في مشاكلكم اليومية في العمل؟ جميل. ونمسك خيط هاي النقطة. أيوة نقدر نسوي لكم إياها. ما رأيكم إن نقدر نسوي لكم أتمتة لهذا هاي الجزئية ويقل عليكم يقل عليكم الشغل بنسبة 70%؟ حلو. بس ما بزيد عليهم تكاليف. يقول لك يا أخي أنا هاي بدي أعمل ذكاء اصطناعي يزيد تكاليف، بس حيوفر بتصور من جوانب ثانية. ربما يعني كيف ممكن تقنعوه إنه إذا عملت ذكاء اصطناعي بذات الوقت أنت عم تستثمر وممكن تربح؟ نعم. أنت فكر فيها من ناحية بأنه إذا هو استثمر سيكون هو المغادر الرائد في هذا المجال. حلو. يعني أنا دائما أشبهها بأنه الذكاء الاصطناعي حاليا كالكهرباء قبل 100 سنة. هذا كلام أندرو أنجي، يعني يعتبر أبو الذكاء الاصطناعي، فيقول بأنه الكهرباء الذكاء الاصطناعي كالكهرباء قبل 100 سنة. قد الناس يكونون كانوا في هذاك الوقت ما يعرفون وين مكانه، بس الشركات اللي تبنت كانوا عدد الأشخاص اللي يعرفون في الكهرباء قليلين. نعم. هم اللي يعني صاروا هم الرواد في هذا المجال، وصارت شركات ضخمة وكبيرة. نعم. صحيح. المزارع، المصانع اللي تبنت الكهرباء صارت هي الرائدة في مجالها. فأنت دائما انظر بأنه مو حالتي الحالية وخلص وأنا كل شركة ممكن تعمل ذكاء اصطناعي، ولا في شركات يستطيع أن تطبق وشركات لا تطبق؟ لا طبعا في شركات أولى من غيرها في عندها حاجة أكبر. كيف ممكن هذا من الأولى؟ عندك 70 موظف يشتغل في خدمة العملاء مثلا، في وقت كورونا صارت عندك زوبعة في هذا الموضوع. بعد ما اضطريت أن كلهم طلعهم من المكتب يقعدون في المنزل. تمام. نعم. حلو. جزء كبير من هذا يمكن أتمتته. لما نقول أتمتة اللي هي automating باللغة الإنجليزية. نعم. اللي هي نعمل جزء من هذا العمل ممكن يعمله تعمله الآلة. جميل. تمام. وتجي خلاصة الخلاصة لرؤساء الفرق. حلو. تمام. ويقل عندك عدد الحاجة اللي هؤلاء الموظفين. يعني عدد ضخم، ترى 70 موظف احنا قاعدين نتكلم. صحيح. وهذه شركات متوسطة ترى.
مصغرة طبعا طبعا نعم. شركات متوسطة يعتبر متوسط بالضبط نعم. في ناس عندهم 300 موظف في خدمة العملاء تخيل أنا أتكلم من ناحية تسويقية طبعا تخيل أنه يكون عندك إحنا نسميه استدامة أو consistency نعم. في الحوار أو الخطاب اللي قاعد تتكلم مع العملاء مش واحد يكون عنيف وواحد يعني ما أقصد شيء بس هاي اختلافات يعني تماما تماما حسب نعم. المزاج تخيل يكون نمطك موحد تخيل يكون تكون بدل ما تخلص 20 مكالمة في 20 دقيقة وهذا مستحيل طبعا هذا يعني جدا أنا متفائلة تخلص 20 مكالمة مش 20 مكالمة نقول 20 رسالة نصية أو تحاور نصي في دقيقتين يعني مثلاً. بسبب سرعة الاستخدام لأنه هو ممكن يكرر نفسه مع نعم. أشخاص آخرين نعم. في آن واحد نعم. الآلة لا تمرض وبالمقابل الإنسان يمرض شيء آخر إحنا سمعناه بحكم أن جلسنا كثير مع شركات أنه كثير اللي يسموها الرضا الوظيفي عند الناس اللي يشتغلون في مجال خدمة العملاء لا يستمر بصورة يعني ثابتة ما تكون واصل مرحلة من الإرهاق النفسي والجسدي هذا الشيء ممكن يخفف عنا الإرهاق لأن إحنا قاعد نأخذ منك الشغل المكرر الشغل اللي فيه بس عميل حاب يسأل 700,000 سؤال هو ما مو مهتم بالفعل هي أهم نقطة أنا برأيي هي إنه تخفيف من الشغلات الروتينية يلي أصلاً بتأثر على جودة الموظف الموجود والعقل البشري أكثر تعقيداً أنا وصهي دائماً نقول الناس يخافون من الذكاء الاصطناعي ولكن ليش ما نقول إنه ممكن هو يفتح وظائف كثيرة هو فعلاً هذا السؤال رائع جميل خلاب شو ممكن الذكاء الاصطناعي يفتح وظائف والناس من الآن تبدأ تقول وجدت أنا من الآن أبدأ أستثمر بنفسي لهذا ممتاز يعني في نفس هذه النقطة بأنه هي الفكرة مو أنه نغلق وظائف حتى وإن أغلقناها فحولناها من مكان إلى ثاني من تخصص إلى آخر تمام وصار هذا التخصص هو التخصص الرائد لكل الناس ينظروا له بأنه أفضل تخصص مثل لما كانت المزارع مزارعين هم يحرثون في إيدهم ويستخدمون مثلا الدواء حتى يساعدهم في الحراثة وتحول الموضوع هذول الناس ممكن يروحون يتعلمون الصناعة الأجهزة اللي تساعدهم في الزراعة فإحنا نحول الناس اللي ممكن شغلهم روتيني وننصحهم بأنه إذا أنت شغلك روتيني حتى بالنسبة للطبيب يعني نصل إلى مرحلة حتى بالنسبة إلى طبيب أو أي شخص لا تدع أنه تقول بأنه أنا بعد 10 سنوات أبدأ أتعلم وأفهم إيش معنى الذكاء الاصطناعي نبدأ من أنه أفهم إيش معنى الذكاء الاصطناعي خذ دورات جميل. في دورات مبسطة جدا وهي بعدة مثلاً. لغات في واحد من الدورات اللي هو اسمه AI for everyone يعني ذكاء الاصطناعي لكل شخص موجود على كورسيرا جميل حلو هذا كورس حقيقة لو الواحد يقعد يجلس عليه مدة ساعتين خلص مو مبرمج هو بالنهاية بس حيفهمه يعطينا البنية الأساسية أو الشيء التأسيسي بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بالضبط بالضبط وهنا سيساعد الشخص بأنه إذا يملك شركة فحيعرف وين يوجه اتجاه الشركة بالضبط. إذا هو يستثمر في الذكاء الاصطناعي بالضبط إذا هو يريد يدرس الذكاء الاصطناعي فحيعرف على الأقل إنه هو وين متجه إيش الأماكن اللي حيبدأ فيها حلو. هذا بالنسبة لي كل شخص بأنه يريد يتعلم ويعرف إيش معنى الذكاء الاصطناعي علشان ما يكون متأخر جميل. في 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 التعلم بالنسبة لجزئية الإنسان اللي يريد يتعلم يعني أول كورس اللي هو يعني وأفضل كورس هو ماشين ليرنينج اسمه الكورس اللي تكلمت عنه تعلم الآلة اسمه تعلم الآلة وهو كورس مكثف تقريبا لمدة 11 أسبوع عن الذكاء الاصطناعي بس يحتاج قبلها بأنه يكون على الأقل عنده أساسيات البرمجة و معرفة في جانب الرياضيات معرفة مو قوية جدا ولكن على الأقل مبسطة يعرف شنو معنى التكامل والتفاضل تمام ويعرف في الرياضيات تكلمنا والبرمجة وهنا الذكاء الاصطناعي سيكون المكمل له جميل أنا عندي هنا إضافة تفضلي إحنا ما قلنا لكم بالبداية أنه هي نقدر نقول هي بديهية ولكن يجب أن نذكرها لغير المتخصصين أن الذكاء الاصطناعي ليش هو الآن يمر بثورة لأنه إحنا كبشر بحكم مررنا بأكثر من ثورة تقنية سابقة أنتجنا عدد هائل من البيانات هذه البيانات لا يمكن للعنصر البشري أن يعالجها متفقين إحنا عليه لأنها كم هائل من البيانات فالذكاء الاصطناعي هو أصلا يقوم على البيانات وعلى تحليل البيانات وعلى
استخراج الخلاصات منها، أليس كذلك؟ ممكن أرشفتها كمان لاحقا. فتخيلوا أنه في مجال البيانات الآن ممكن تشوفون أي مرجع أجنبي أو تركي أو حتى بعض المراجع العربية تقول لكم من أحد من أكثر الوظائف طلبا في المستقبل، وهذا شيء أنا شفته، بدأت أشوف التقارير في 2013-14 وشفت الآن بعدين لما دخلت سوق العمل شفت الطلب على العلماء البيانات، الديتا ساينتست ما شاء الله، الديتا أناليست محللي البيانات. قبل كانوا يقولون مثلا في بعض الوظائف شرط اللغة ضروري، شرط الطلاقة والحضور ضروري. أنا شفت ناس ما عندهم مثلا أسلوب اجتماعي جيد ولكنوا أذكياء في علم البيانات وكانوا يوظفون لأنه ما في بديل لهم، ضروري عندهم مهارة. كأنه هون عم ندفن الإنسان، ما أصبحنا نعامله ربما هيك، انه انا عم استنتج من كلامك استاذ ايثار بانه لا يهمني ان يكون عنده اسلوب تواصل اي كوميونيكيشن سكيلز او واتيفر، نحتاج فقط ان يكون داتا اناليسس يعني محلل بيانات. عم يتم تشبيك بتصور ايه، فاعامله كانه اقرب ان يكون اله برمج وماتش يعني متواصل مع نموذج الآلة، ربما هكذا يصبح الذكاء الاصطناعي متواصل مع هاي الجزئية. يعني اتفق معك فيها حتى ما يكون في سوء فهم انه يعني بدي اياه يكون صم. لا ابدا بالعكس، العكس من تحلو نحن يمكن مساحة المبرمج حاليا هو في شخصيات مختلفة. نعم. المبرمج حاليا عنده في الشركة مبرمج عادي له تواصل اكثر بكثير جدا بسبب عملنا في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم. فصار له تواصل أكبر بكثير وصار يعرف الإنسان وطريقة تفكير الإنسان حتى يتعلم. نعم. حتى يشتغل ويعرف. جميل. يعني أنت تخيل بأنه نتكلم حتى دائما أنا أضرب الأمثلة الأصعب شيء موضوع الطب مثلا. نعم. فأنت لما جاي تسوي تبرمج شيء للطب فأنت يجب أن تبرمجه بحيث أنه المبرمج يكون يعرف إيش الطبيب، يجلس مع الطبيب ويفهم. يا سلام. شايف أنه هو معناته هذا التخصص درسته مع إس كتير مفيد جدا مفيد، لأنه لما درسنا ما كان حدا عارف قيمتنا. لا لا اللي هو يمزج بين الإدارة طبعا هو حلقة الوصل ما بين البروغرام. أول ناس أنصحهم في مجال الذكاء الاصطناعي هم الناس اللي دارسين التخصصات الحاسوبية. أول ناس. جميل هذا الكلام. تمام. وهو تخيلوه شيء اللي تكلمت إيثار في موضوع أنه كمية هائلة من البيانات، 7 مليار شخص صاروا 8 مليار شخص حاليا. مو كل المعلومات موجودة عندنا من كل الدول. الدول الأفريقية قد يكون في بعضها ما في عندهم معلومات أونلاين. نعم صحيح. ولكن تخيلوا بأنه الكل سيصبح مثلا مربوط في الإنترنت والكل ينتج معلومات ويجب تحليلها. نعم. ففعليا تحولت المعلومات مثل النفط بانه صح. انت تنتج كميه هائله من المعلومات. ذا نيو اويل ما يسموه النفط الجديد. نعم نعم جدا. في نقطه هنا بالنسبه لاختلاف الشخصيات والوظائف. سابقا لانه انا عملت في ستارت اب سابق وكنت اوظف موظفين، سابقا كنت اشاهد واراها بعيوني انه الناس اللي ما عندهم يسموها انتربيرسونال سكيلز يعني مهارات تواصليه يظلموا في صح. وظائف صح بالفعل رغم انهم يكونون مجدين ومتفوقين احيانا ويكونون، بس انا اشوف انه الثورات التقنيه ما اتكلم عن الذكاء الصناعي حتى الذي اتى قبله اعطى مجال للناس باختلاف شخصياتهم باختلاف اساليبهم. في كثير من المهندسين ما يعرفون يعطون البرزنتيشن صح ولكنهم دقيقين بشكل يجدوا لك كل الثغرات حتى في الاطباء ما بيعرفوا يعملوا برزنتيشن. نعم هي مثل ما قلتي فكرة الاختلاف اختلاف نعم. فعلا صحيح. فعلا صحيح. فعلا صحيح. فبالعكس أنا أشوف وظائف الديتا ساينس مثلا للشخص اللي هو لا يحب مثلا أو يوتر التواصل الطوئي الكثير مع البشر هذه وظيفة، وإذا هو يحب العلوم الحاسبية هذه وظيفة ممتازة طبعا. نعم. لكن هي يعني يقال لأنه مثل هذه الوظائف التي تتعامل مع الآلة وبشكل مستمر ربما باليوم يزيد 12-14 ساعة تنتج أشخاص ربما حققنا ذكاء اصطناعي في مجال لكن عدمنا اجتماعيا في مجال آخر، أصبح هذا الشخص لا يستطيع أن ينشئ حوار مع شخص آخر أصبح أنه فهل هذا من السلبيات في تأثير أليس كذلك؟ هذه من السلبيات لكن موجودة مع السوشيال ميديا. نعم نعم موجودة موجودة مع تيك توك اللي هو كنت تتكلمون عنه اليوم. ولكن تذكر إيثار بأن مهندس الذكاء الاصطناعي يحتاج أن يجلس مع الإنسان أكثر من المبرمج العادي. بالضبط. المبرمج العادي يجلس من الصبح خطوات يتبعها يبرمج 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 بعدين يرسلها إلى شخص يسوي له تجربة ياخذ وبيبعث كودينج انكودينج. ولكن نحن بحاجة الجميع 100%. إذا انتروفيرت اكستروفيرت المستقبل
لحاجتك اذا كنت انت منفتح على تقدم الجديد المستقبل والمرسل والرساله كلام هذول ادوات ومعايير اساسيه. طيب اذا احنا نرجع نضل موضوعنا الاساسي وهو فائده هذا الذكاء الاصطناعي بالنسبه لربحيه الشركات بشكل خاص. يعني يا ترى هل بمجرد ما نحن بنستخدم ذكاء اصطناعي بشكل قوي وكبير هذا الشيء اكيد عم ياثر على ربحيتهم لهالشركات؟ احنا نتكلم بشيء قد نتكلم لاحقا نبدا في الشركات وبعدين حتى نتكلم في موضوع البلدان. الشركات الان الرائده في مجال الكهرباء دائما يعني نحاول ان نقارن مع الكهرباء، رائده في مجال الكهرباء اصبحت هي الشركات العالميه. الشركات الرائده في مجال الذكاء الاصطناعي ستصبح هي رائدة في 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 هذا الوقت من الزمان. فاحنا نتكلم على انه هو يعني بابسط طريقه ممكنه، الشركات مثلا العقاريه اللي احنا نتكلم معاها، الشركات العقاريه اللي سوف تطبق الذكاء الاصطناعي ستكون هي جاذبه للزبائن اكثر، وتستطيع بانه تعرض مثلا تسوي اعلانات اكثر مثلا فحتجذب زبائن اكثر، وبالتالي فحتبدا تسيطر على الماركت اكثر وتكبر اكثر. فهي فكر بها بهذه الطريقه انه استثمار العائد من الاستثمار مهمه جدا. نحن انه الوقت داهمنا، جاييني سؤال عن جد جميل رائع من احد المستمعين، شو عم يقول؟ انت ذكرتوا انه كل ما كان في تكرار بالاسئله بالذكاء الاصطناعي بيلاقي حل، توفير الجهد والوقت والمال ايضا. يسال احدهم يقول يعني برايك هل ممكن بالمستقبل ان يحل محل المشايخ والفتاوى؟ والله هذا تم برمجه سؤال ملغوم. يعني هو هو يقول لست انا عادي اجاوب بطريقه اخرى. تفضلي. ألستم تأخذون بعض الفتاوى الآن من مواقع اشتهرت من بداية التسعينات حتى من نصف التسعينات إلى الآن وما تتصلون، بطلتوا تتصلون لأنه موجود المواقع موجودة مدينة بأسماء المشايخ الذين أفتوا بهذه الفتوى؟ تمام. من يزود هذه البيانات للذكاء الاصطناعي؟ هل الذكاء الاصطناعي وحدة يأخذها؟ لا، أنت ممكن تقول له مصدرك هذا الموقع هذا الموقع هذا الموقع، ممكن تقول له مصدرك. يعني أقصد أنه بالذات بأول رمضان لما في 500 سؤال بنسأل صار له من 30 سنة هو ذاته بنسأل أصلاً هن موجودين هل يتكرروا؟ هل أنه راح واحد يقول صحيت الصبح وكانت الشمس طالعة فشربت مي ماذا يجب علي؟ فبقول له حيرد عليه بممكن ومعاه تذييل الشيخ الصلالي. شوف هو حاليا الذكاء الاصطناعي موجود في هذه الجزئيه في محركات البحث، ولكن انا اللي اتخيله احنا ذكاء اصطناعي انا مالي علاقه فانا اللي اتخيله بانه سيصبح لاحقا منه انه وهذا الشيء ممكن حاليا بانه يرتب لك الافكار بانه فكره ما تكون موجوده بانه صحيت شربت المي ويكون ذاكر شيء ثاني تماما فمحرك البحث ما يفهم عليه فيروح يرتب له بناء على الشغله اللي صارت معه ويذكر المصدر حتى ما انه يقول والله اللي جاوبني الشيخ ابو ذكاء اصطناعي لا 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 ما ذكاء الاصطناعي رقم واحد انا اخذ بناء عليه وهم يتحملوا المسؤوليه لا 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 حيذكر لك المصدر ايوه طبعا طبعا يا جماعه بدايه التلفزيونات وبدايه الصحف وبدايه السوشيال ميديا كان في دائما الناس المتشائمين فتنتهي حياتنا هي اداه نعم هي اداه نحن اللي بنوظفها ونستخدمها باليد المناسب نعم صحيح. استاذ صهيب ابراهيم مستشار ذكاء الاصطناعي ومؤسس مشارك في شركه اوديت اي للذكاء الاصطناعي، ولك ايضا استاذه ايثار وليد الخبيره في التسويق الرقمي ومؤسسه مشاركه في شركه اوديت اي للذكاء الاصطناعي، جزيل الشكر والتقدير على هذه الإضاءات. استمتعنا بالفعل بهذا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية بإذن الله تعالى بمواضيع موسعة. أعزائي المتابعين والمتابعات.